مرحبا بكاع الناس الغالية في قناة بوشعيب والضوياء. يا رب سيدي فين نمشي ولمن نشكي؟ فين تكون مشات يا ربي؟ يا ربي كلشي داوالي يا ربي واش تا هادشي اللي تسلط عليا؟ تا تليفوني طمعوا لي فيه وما درت حتى جابوا لي النواضر يا فين راك هشام؟ تشوف التليفون ديال التشينه المعضوضه اللي شريتها لي؟ عملت لالا اسيدي تقريسيت في النهار القهار وقبلت عباد الله وتكون شي واحد بغى يسلكني. وشكون هذا اللي قريساك؟ واش ضربوك؟ لا سرقوني وكشطوني. وهذا اللي يسرقك شفتيه في وجهه؟ يا ودي لو كان جا راجل تجي معاه ونقول يا بعدا ما قديتلوش اغي مره كيفي كيفها ودارتها بيا. وهاد المره تعرفيها؟ لا سيدي الحق ما نعرفهاش، ولكن لو كان طولنا لو كان ولات عزوجت بنتي اللي مازال تفرحت بيها. كيفاش ما فهمتكش على لا عجوجت بنتك وشفراتك اول مره نسمعها؟ يا ودي عاد ما وصلناش لنسوبيه، كنا عاد في الطريق نعاودها لك سيدي كي الخرافه تلاقينا في الكار وقالت لي نجلس حداك ودخلتني بالصواب والاداب وقالت لي ندي بنتك لولدي وقالت لي نتشاركوا الطعام وعطات لي قرطه ديال الخبز قداش عامره بالكفته وقرعه صغيره ديال العصير. ايوا سيدي الحق زردت معاها تبان كريمه، يا ما فقتش مع راسي التفيقوني من وصلنا لقيت راسي ربنا خلقتنا. يا لو كان تشوف اخويا ما بيناش كاع فيها مره نقيه ومصوابه تشوفها تقول هنا نبات. لا اله الا الله، واش عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ المرأة ما تعرفيهاش صافي بعدها بالشوفه الاولى مديتي لها البنت وتشاركتي معها الطعام، واش ما تجمعوش راسكم هاد بونسوان؟ تبان لي بحال اللي راك دافع عليها وبغات ترد فيا لافوت، ما تكونش مشارك معها لا؟ ايوا ها فين صدقنا، ها ما تندميناش، هضرنا معاك ردي بالك هاد المرة، هكا يديروا النصابة، هادي هي فعايلهم، الواحد خص يرد باله معاهم. يا ودي شحال قدك ديرها طانسي وشحال دروك راني نخمم غير باش نولي جوج دور اللي كانت عندي رزاتني فيهم بغيت ربي يرزيها في صحتها. عندك الحق بكلي يا ربي ربي كبير. بغيتي نوصلك لشي بلاص؟ هيا نوري عاد نزيد نتيق ما سمعتكش. بغيت نقول زعما الله يكثر خيرك يا خويا اللي هاد القنسيبي جاي يعرض لي كنت علمتو على من نوصل. ايوا هاكي هاد البركه الا ما جاش بعدا تلقاي باش تقضي. الله يرحمك الوالدين اخويا الله يرحمك الوالدين، الله يشد لك في الاولاد ومولات الدار. انكم في العلبه الصوتيه ل 06 11. يا ربي فين مشات؟ تليفونها مطفي. يا عصام هاراني. السلام خالتي عيط نصوني لك، روحي زيدي ركبي. عييت نصوني لك وتليفونك غير مطفي. يا ودي غير خليها على ربي بلا ما نزيد لك همي. الو الو اختي الضويه خديجه كي راكي دايره لاباس عليك؟ يا ودي ما لاباس ما والو، قولي لي بعدا حداك ما. لا غير هضري امك راها الفوق مركه ياك لاباس. يا ودي داك النهار راني ما جيتش لحقاش ما بغيتش نضيع عليكم الفرحه، زعما راه دابزنا انا ورشيد. علاش اختي ياك لاباس؟ باش يبغى يبيع الدار باش يشري الارض ديال حبابو، ولو كان يا اختي الضاويه غير شي الارض مشوره عامره غير وراثه واحد الارض جايه في الشياع كاع ما مشوراش، غير مول اللي قالت له ما تفرطش في الميراث ديال باك وهي فيها اكثر من 40 وارث. والله اختي ما لقيت ما نقول. واش تتقولي لي اختي واش تتقولي لي؟ راكي تشوفي شحال تعذبت باش درت ديك الدار، خدمت في الراندا ونخيط البلدي ونزير على راسي في كلش، ما نلبس كي الناس ما نخرج حتى انا الفاجي نزير في كلش ونجمع حضورهم وردورهم باش درت دويرتي حتى انا كي الناس فين يقراو ولادي. شتي الكبيره مسكينه بالسادس خرجتها لحقاش ما كانش حدانا الكوليج ودروك قال لك بغى يبيعها على السدره. ايوا كي درتي معاه دروك؟ قلت له بغيت تبيع الدار ما انا عارفك ما تعرفني وراني جامعه صوالحي وبغيت نجي عندك الا تقبلي عليا غير حتى نلقى شي حل. واخا اختي واخا مرحبا. الله يرحم لي ربك اختي، عمرو وقفت عليك ورديتيها في وجهي، انت مولات الخير ربي يجازيك. الله يدير لك تاويل الخير اختي، الله يدير لك تاويل الخير.
يلا اختي لهلا يخطيك، المهم بالسلامه حتى لبلاتي. واخ يا ربي واش راه يستناني. لا اله الا محمد رسول الله، تدار ما خطاها الهم، الحمد لله. صافي ما تبكيش، هاي اللي ربي يخلص ربي يخلص، الناس ما نعرف مالها جهلت. يا ودي بقى فيا غير الذهب ديال الحياه، دارت وليت تما ميلوده ما شتهاش حتى بنت لدينا، غادي نقولها هي تغربوا لها كحل الفلوس مخلوفين. في الحق مره مره الجواد بحال وجهكم يدوروا معايا، الذهب اللي غادي يخرج بيا. مالا الذهب اللي راك تهضري عليه دابا راه عندي. اه اللي نسيتي عند ميلوده؟ ايه هذاك، قال لي هذاك عمتي هي قصدي راه شريتو على السنغال بالطحطاحة. خيار وانا كان غادي قيسني السكر على مسبتو، يا خاصني نخرج صدقة صحيحة عليا الحمد، غير نوصل نقول ميلودة تعجن شي خبزات نفرقهم. الحمد لله هاي اللي الحمد لله. ايه وكلي اللي انتي كسرات لك وليتي في هاد الحالة صفرة وعينك محوطين، واش تخاصك؟ اوال وهكا راها ما تاكل ما تشرب، راها عاد خرجت سلمت عليك، ما احنا ما نشوفوهاش كاع، ردي لها شويه العقل. لايلي راها تبعت الخاطر لواحد الجاره ما تصلح لها شويه لا بزاف. واش هذا الشيء اللي راني نسمعه؟ انا نوض ندير لكم واحد الكاس ديال اتاي نخليكم تهردوا شويه. سي ولا كيدس اتا ديري جيبي لي معاك واحد الكاس ديال الماء، الله يرحم الوالدين. واخا بنتي واخا. قولي لا بنت لدينا كحات الخير عايشه فيه وراكي عاطيها عاد التقناف، كي صرات لك؟ انا بلاصتك نصبح نزغرت ونبات نزغرت. اي تبارك الله ما صحاب ليش كحات الخير عندك، حمدي ربي حمدي ما ديريش القرون. حياه نوضي بنتي نوضي ونوضي، والله ما نزيد نهضر معاك غير نوضي. حياه ها بنتي واش بغيتي يقولوا عليا حتى جات عمتها وكملت عليها؟ واش هدرت لك بردي واش سعدي غيانا غير في الكحله؟ حياه ها بنتي غيوه. عصام عصام اروح ولدي جري شوف مرتك مالها. مالها والو ولدي والله والو، ما قلت لها والو، هي كانت تبكي تبكي حتى طاحت لي. لا اله الا الله، اه والله الا تحوفزي الجوع، واش من قليل يكون غير قاسها فقر الدم قلت الماكله. يا والله الا نيشان ديك الصفوريه ما تعجبش، جيبوا السوارت ولا البصله. لا خليونا بهذا الدفيش بلا ما نضيعوا الوقت، نديوها للسبيطار ربما يخصها الاكسجين ويديروا لها تما السيروم ديال الجهد. اوا همي وديها كنت بغيت نقولها لك البارح يا بعده، من البارح وعينيها ما يعجبوش. يا ربي واش تاع هذا الشيء اللي تعب عليه في بناتي؟ يا ربي يا ربي نزل علينا رحمتك يا ربي. واش تاع عندها دكتور؟ الحمد لله رانا درنا لها واحد السيروم وحالتها راها مستقره، غادي نمركي لك شي دواء تبعو فتره الوحم كامله على الاقل 3 شهور. ما سمعتلكش مزيان، واقيلا راك غلطه دكتور، انا مراتي هي حياه اللي جبناها سخفانه. اي ها سيدي اي، راه مدام حياه حامله ب 6 ديال الاسابيع. يا ربي واش راني نحلم ولا فايق؟ الامر اكيد سيدي، الله يكمل عليكم بالخير. ولكن دكتور راه مرتي ما عندها مشكل، راه شحال من مره وهي تفوت وكيقولوا لها ما تقدريش تولدي. ما كانش المستحيل مع الله سبحانه وتعالى، شحال من مره الطب كيقول هضره ورب العالمين كيفاجئنا بقدراته. واه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اه مالك يا ولدي تبكي؟ ياك ما ماتت. ويك ويك عباد الله ويك ويك، يا بنتي حياتي مشات عاد صغيره ما شافت ما تشوفت. يا الله ربي واش هذا الخبر؟ يا الله ربي درزيت بنتي عاد صغيره. بعدي بس عليها خالتي، ما عليها والو ان شاء الله، حيت راها حامله. اه عاود واش قلت؟ يا فرحوني معاكم اولادي واش تاكاين؟ حتى انا ما غادي يزيدوا عندي ولادي، فرحي لما الحبيبه فرحي لي. لازمي الصمت، هادي راها مستشفى ماشي قاعة الأفراح. إيه بردي مالكي واش تا فيها؟ بردي خلينا نفرحوا شوية الله يستر، كاع النهار وأنا في المصايب.
تبي عيشة ولا الزاهية عينهم ما هيش باهية لو كان ما كانش الضاوية لو كان النار بيناتهم قادية يا وهدا بوش عيب يحضر ويغيب ما يديرش العيب وقلبه زين ميلو دنيا الصافية ما بدير عيب ما بدير كاوية والدنيا دي مهانية ومع الفلام وراهي ساهية يا وهدا سعيد الأخضر لكيد إنسان فريد وعلى العيب بعيد إيمان اللي معروضة للزواج حياة اللي خرج عليها التفرج مرحبا بقع الناس الغالية في قناة بوش عيب والضاوية.